طيب احنا معانا سؤال، أمة الله لفترة في رمضان هي وزوجها في نهار رمضان وما عرفتش تكفر، بتسأل خلاص أنا ظروفي مش هقدر أصوم، وربما يأتي رمضان ما أعرفش أصوم، ماذا أفعل؟ وهل زوجي أيضا اللي فطر معايا عليه نفس الكفارة ولا إيه؟ نقول للسائلة الكريمة: من جامع زوجته في نهار رمضان كفارته صيام شهرين متتابعين. إذا فطر في اليوم الأخير يعد من أول وجديد، فالزوج عليه أن يقوم بهذه الكفارة لأنه ملزم بها. واحد يقول لك أنا مش قادر أصوم يا شيخ، مش أنا ولا هو اللي حدد، الذي يحدد ذلك طبيب مسلم ثقة. يقول: إن صام يموت، إن صام المرض يزداد، ربنا يكفينا شر المرض، إن صام العلاج لا يجدي، في هذه الحالة يطعم 60 مسكين. فهي كذلك عليها صيام الستين. يعني لا ينتقل يا شيخنا، لا ينتقل من الصيام إلى الكفارة. الكفارة ترتيبية وليست تأخيرية. ترتيبية. ليس لي أن أختار. يبقى إذا أفتى الطبيب تعظيم سلام للطبيب وينتقل إلى الثاني. المرأة بالتأكيد لن تصوم 60 يوم متواصلة لظروف الحيض عندها. في هذه الحالة بمجرد ما الحيض تقطع في آخر يوم تنهي، ثاني يوم تكون صايمة وتعد تكمل على اللي فات. طب هي ظروفها الآن تقول على داخلها على وضع يعني الولادة إن شاء الله ربنا يتم لها على خير، وكل من كان على شاكلتها من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا اللهم أمين يا رب العالمين. آمين. بعدما تنتهين من وضعك على خير إن شاء الله تؤدين الكفارة، لأنها دين في عنقك أمام الله. نعم.